أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص لديه القدرة على توظيف غيره، لكن عنده شرط، وهو أن أدفع له 1000 ريال كل شهر لمدة عام، فما حكم هذا الفعل؟ هذا رشوة، هذا رشوة. إن كان هذا اللي يقول أخذ منك المبلغ ووظفك، إن كان هو مسؤول يعني مدير وعنده الوظائف، هذه رشوة صريحة، هذه رشوة صريحة. وإن كان إنه ما هو عنده التوظيف ولكنه يسعى ويروح للموظف ويتوسط عنده، فهذا بين أمرين: إما أنه شريك مع الموظف تقاسمون الرشوة، أو أن هذا شفاعة حسنة عنده، والشفاعة لا يجوز أخذ العوض عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقد أتى بابا عظيما من الرياء، من الربا، لأن الشفاعة الحسنة إحسان وإرفاق بالناس يطلب بها الأجر ولا يؤخذ عليها شيء من أمور الدنيا. نعم.